السلام عليكم. الفيديو ده هنتكلم فيه عن موضوع يمكن مهم شوية، اللي هو لو أنا عندي ايرورز بتطلع ازاي ممكن اتعامل معاها او اتصرف معاها ازاي لو انا محتاج الاكسل شيت بتاعي يعمل حاجة بديلة. يعني بتحصل كتير ان انا بيبقى عندي فورمولا محسوبة مثلا من يعني من سيل تانية، والسبب ما بيطلع ايرورز، فانا عايز ان هو لو طلع ايرور يديني بديل تاني. يعني مثلا انا ممكن يبقى عندي الاكس دي مثلا بيساوي 10، وان انا الواي بحسبها، خلينا نكبر شوية كده، وان الواي بيساوي سكوير روت الاكس دي، خلاص. يعني لسبب من الاسباب انا بغير قيمة الاكس، مثلا مرة اخليها 9، مرة اخليها 5، ممكن اخليها اي حاجة، بس اللي انا لو جبتها ماينس 1 هيديني ايرور، خلاص. احنا كنا اتكلمنا قبل كده في الايرورز كتير، وعرفنا ان انواع الايرورز مختلفه في فيديو فات ممكن تبقوا تبصوا عليه، انواع الايرورز اللي بتطلع في الاكسل، فمنها ده خلاص. والنمبر ده يعني هو بيقول لي مفيش نتيجه بتطلع، لان ده مفيش حاجه اسمها روت ماينس 1 بالنسبه للاكسل. بس فهو في الحاله دي انا عايز اقول له لو طلع لي ايرور هتعمل ايه، خلاص. فهو في الحقيقه هو في 2 فانكشنز مهمين جدا جدا جدا، وهنشوف اكزامبل احنا كنا خدناه قبل كده وازاي ممكن يريحنا كتير في حاجه زي كده. فالفانكشن دي اسمها اف ايرور، خلاص، اسمها اف ايرور، خلاص. هتلاقيها حتى لو جيت تبص هتلاقي اسمها اف ايرور، خلاص. اف ايرور يعني ايه؟ يعني انا بقول له، يعني انا بدي له حاجتين، بقول له فاليو وفاليو اف ايرور. يعني ايه؟ يعني انا بقول له مثلا انا عايز احسب الفاليو دي، والله لو الفاليو دي ما طلعتش ايرور خلاص طلع لي الفاليو زي ما هي، لو طلعت لي ايرور قول لي ايه البديل. فانا هعمل ايه؟ هعمل اللي هكتبه هنا هيبقى سكوير روت الاكس، خلاص. وهقول له لو هي مثلا ايرور حطها لي باي حاجه، يعني حطها رقم كبير عشان يبان ان هو كده، خلاص. فقام طلع لي مليون دلوقتي، ليه؟ لان ده ايرور. طب افرض انا خليتها صفر، رجعها لي تاني صفر، خلاص. يعني ده دلوقتي الفانكشن ودي الفانكشن، دي لو انا خليتها 4 فدي ودي هيبقوا زي بعض بالظبط في حاله ان مفيش ايرور. يعني دي لو مفيهاش ايرور كاني بالظبط كاتب الجزء ده، خلاص. ايه الزياده بقى؟ ان انا لو عندي ايرور هنا ده هيطلع رقم وده هيطلع لي ايرور، خلاص. ده بقى الفانكشن دي تنفع في اي حاله من الايرور، سواء بقى الايرور كان ان اي، الايرور كان نمبر، كان فاليو، كان ديفايدد باي زيرو، اي حاجه، اي يعني ما فيهاش مشكله خالص، اي نوع من انواع الايرورز. فدي بتبقى جميله جدا، ان انا ممكن دلوقتي بيبقى عندي حالات خاصه في بعض الاحيان، وانا ببقى محتاج في الحاله الخاصه دي لما يطلع لي الايرور الفلاني يطلع فاليو تاني. فدي الفانكشن الاولانيه. في بقى فانكشن تانية شبهها شويه بس الكيس معينه من او خلينا اول قبل ما نعمل الحكايه دي، ممكن برضو نعمل ايه؟ ممكن اكتب نفس الفانكشن دي بس بدل ما ادخل رقم اقول له يكتب لي كلام. يعني مثلا هقول له root of negative 1 is not possible مثلا، خلاص. فهو ممكن يكتب لي كلام، يعني مش معنى ان انا اعمل له اف ايرور ان هو لازم يطلع لي رقم، لا، هو ممكن يطلع لي اي حاجه، ممكن يطلع لي كلام او رقم، يعني سترنج او تكست او نمبر على حسب ما انا قايله، خلاص. فهو بيديني حريه كتير جدا جدا جدا. في نوع تاني بقى اللي هو بيبقى زي الاف ايرور بس في حاله النوت افيلبل. يعني انا دلوقتي عندي مثلا في الفيلو كاب، لو حد احنا كنا برضو اتكلمنا عن الفيلو كاب قبل كده، فانا لو مثلا عايز لوك اب الانوال ايرننجز مثلا بتاعت، يعني انا عندي الجدول ده فيه اسامي وكل واحد بياخد كام في الشهر وسنه قد ايه وبياخد كام في السنه والميل ولا في ميل. فانا هقول مثلا ان انا عايز الوك اب مثلا ملك، خلاص، في التيبل اري ده، وان انا عايز اشوف الكولوم مثلا الرابع، وان انا عايز تبقى اكزاكت ماتش، خلاص. فهو قال لي والله ده مالك جايبه بتكسب 6، مش عارف الرقم ده اللي هو ده، خلاص. يعني انا لو، لان ده المفروض ده مضروب في 12، لو انا خليتها مثلا دي 5000 دي هتتغير معايا، خلاص. طب افرض انا هكتب الاسم هنا، خلاص، فبحيث ان انا اريفر للسيل الثانيه على طول بدل ما اقعد ايه اغير جوه الفورم. فافرض مثلا ان انا كتبت يحيى، هيقول لي والله بيه. طب افرض انا كتبت سامي مثلا، واحد مش موجود،
خلاص فطلع لي الايرور اللي هو ان ايه. خلاص فانا قدامي يعني حاجه تانية، انا ممكن اقول له والله هقول له الاف ايرور خلاص، يعني انا مش لازم اعيد كتابه الفورم، انا هكتب بس الاف ايرور قبلها والفاليو اف ايرور هتبقى عامله ازاي بعدها خلاص، واقول له مثلا not available خلاص، فقال لي not available. اللي زيها بقى ان انا هاخد دي وبدل ما هكتب if error هكتب if na خلاص، هي بالظبط، يعني هي بالظبط بتاعت الاف ايرور. هو بيقول لي الـ 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 لو بس، يعني دي في الحاله بس ان انا عندي not available، غير كده هيطلع لي الفاليو اللي انا عايزه. فالاثنين دول بيطلعوا نفس النتيجه، لو انا مثلا رجعت تاني كتبت عمر الاثنين هيطلعوا نتيجه عادي جدا. بس هي الفكره بس في ايه، في ان دي بتاعت not available بس، ودي بتاعت اي ايرور موجود باي نوع من انواع الايرورز. يعني ممكن واحد يعني لو ما فيش حاجه، يعني حاجه ماسة ان انا استخدم الاف ار اللي هو الاف ان اي، خلاص خلينا نشتغل الاف ار على طول خلاص، انا في العادي بعمل كده. طيب خلينا نشوف بقى الايه الاكزامبل اللي انا كنت عايز اتكلم عليه. اللي احنا شايفينه ده كان الباينري ديستليشن ماكيب ثيلي دايجرام، وكنا عملناه قبل كده وكنا قلنا ازاي بنرسمه، ورسمنا الخط ال 45 والاكوليبريم كيرف والتوب سيكشن والبوتوم سيكشن، وكنا بنقول ان انا بغير عندي حاجات كتير، لو انا مثلا ممكن اغير الريلاتيف فولاتيليتي، ممكن اغير الار، ممكن اغير حاجات كتير. وعلى الاساس الكلام ده كنا عملنا كل حاجه بايكويشنز، بحيث ان انا ما اوجعش دماغي واعمل اي حاجه، انا اي رقم هغيره هيظبط. فانا مثلا جيت هغير الاكس دي مثلا خليتها مثلا 0.95، هو هيشفت الجراف وده هيانترسكت مع ده لان دي معادلات بتحلى مع بعض. وكنا قلنا ان انا ممكن اغير الكيو لاين على حسب بقى الفيد ده، ساتوريتد ليكويد، ساتوريتد فيبر، بارشلي فابورايزد، على حسب نوعه، وبتتظبط جميله جدا ما فيهاش اي حاجه. المشكلة الوحيدة اللي هتقابلنا هنا ان انا لو عندي القيمة بتاعت الكيوب واحد الدنيا هتبوظ. ليه؟ لان السلوب بتاع الكيو لاين المفروض يطلع من هنا ده بتساوي كيو على كيو ماينس 1، فالكيو لو بواحد هيبقى انا بقسم واحد على صفر، فساعتها السلوب هيبقى هيديني ايرور، وبالتالي الاي والبي دول اللي هما بتوع الكيو لاين، السلوب والانترسبت بتوع الكيو لاين هيطلعوا برضو بايرورز لان هم محسوبين من فانكشن فيها ايرورز، وبالتالي كيو لاين هيبقى فيه ايرورز لان انا مش هعرف ارسمه، وبالتالي البوتوم سيكشن برضو مش هعرف ارسمه لان هو بيعتمد على الانترسكشن بتاع الكيو لاين مع التوب سيكشن، وانا مش عارف اجيب الكلام ده كله. فعلشان يعني اريح دماغي من الحكايه دي، انا ممكن ببساطه شديده اقول ان انا عارف ان الكيو لاين، انا هرجع دي بس مثلا لايه ال 1.1 بحيث ان انا اشوف الكيو لاين شكله عامل ازاي. فانا عارف ان الكيو لاين المفروض هيبقى طالع لفوق كده خلاص، فانا عايز اقول له لو اداني ايرور، يعني لو الكيو لاين ده اداني ايرور، الاكس بتاعته دايما هتبقى واحده، يعني هيبتدي عند الاكس فيد واخره في برضه هيبقى الاكس فيد لان هو فيرتيكال لاين. فانا عايز اقول له ان الكيو لاين ده النقطه الثانيه اللي فيه انا عارف نقطه اللي هي عند اكس فيد واكس فيد. فانا عايز اقول له بقى لو الفانكشن دي مدياك ايرور هتخلي الاكس بتاعته بواحد بالاكس فيد خلاص. هو في قوس ناقص خلاص، هي ما فرقتش دلوقتي لان انا ما عنديش ايرور، بس لو في ايرور هتبان بقى الفرق. وعايز اقول له ان الواي لو ادتني ايرور لان برضو هتبقى محسوبه من السلوب خلاص، يعني دي محسوبه من السلوب اللي هو برضو هيبقى ايرور. فانا عايز اقول له if error الكلام ده هيعمل ايه. المفروض ان 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 يعني اي واي هنا خلاص هتبقى على الكيو لاين، يعني الكيو لاين هيبقى من هنا لغايه الاخر، فانا هقول له خليها بواحد خلاص. فانا الحته بتاعت رسمه الكيو لاين دي المفروض انها دلوقتي اتصلحت، فانا لو حطيت الكيوب واحد هيقدر يرسمه، يعني هو حط لي الاكس ب 0.55 والواي بواحد، فالكيو لاين مرسوم لي فيرتيكال لان انا قايله بس في الحاله دي لما ده يطلع ايرور، او لو الفانكشن دي مطلعه ايرور ايا كان بقى ايه محسوبه من ايه اللي مخلي فيه ايرور، حط لي 0.55 وحط لي ب 1 خلاص. فده كده حل لي المشكله، بس انا لسه عندي مشكله في البوتوم سيكشن خلاص. البوتوم سيكشن انا عارف ان هو بيبتدي من الاكس دبليو والاكس دبليو ويروح عند الانترسكشن بتاع الاثنين خلاص. فانا عارف ان الانترسكشن بتاع الاثنين خلينا نرجعها تاني،
انا عارف ان الانترسكشن بتاع الاثنين بتاع البوتوم سيكشن والكيو لاين هيبقى نقطة على ده ونقطة على ده خلاص. فانا عارف ان هي يعني لو هو فيرتيكال فانا هقول له الاف ايرور. المفروض لو هو الخط ده فيرتيكال الاكس يعني النقطة بتاعت الانترسكشن بتاع البوتوم لاين مع الاكس فيد برضو هتبقى عند نفس الاكس او مع الكيو لاين اسف هتبقى عند نفس الاكس خلاص لان الخط كله اكس بتاعته واحد فهتبقى بنفس الاكس بتاعت الفيد بس كده. فكده خلاص الدنيا خلصت وده مش محسوب غير من الاي 1 واي 2 اللي هم بتوع البوتوم سيكشن ما لهمش دعوه بالكيو. فانا لو جيت عملت الكيو واحد دلوقتي الموضوع اتحل خلاص. فانا مش محتاج اقلق بقى ان عندي ايررز دلوقتي خلاص. فانا عندي دول بقوا يتحسبوا الكيو لاين هقدر ارسمه حتى لو في ايرور وهقدر ارسم البوتوم سيكشن لاين حتى لو في ايرور لان انا قدرت اظبطه. ممكن بقى يعني واحد يقول لي ايه حاجه بقى كوزماتيك شويه انا ممكن اقول له ايه في ايرور كده واخليه يقول لي ايه vertical line مثلا او infinite slope اي حاجة خلاص نكتبها infinite slope خلاص فطلع لي infinite slope ودي هي نفس السلوب واقول له برضو if error واقول له برضو infinite ولا اقول له ايه بدل ما اوجع قلبي اقول له خد نفس الكلام اللي مكتوب هنا وخلاص خلاص. فبقى عندي هنا انفينيت سلوب وانفينيت سلوب وانفينيت سلوب فخلاص الدنيا بقت لطيفه جدا وفي نفس الوقت الارقام بتتحسب. اول ما دي تبقى رقم تاني خلاص ما عنديش مشكله. فدلوقتي ما بقاش عندي مشكله لو في ايرورز وما بقاش عندي مشكله لو ما كانش عندي مشكله فيه اساسا. يعني هي الفايل دلوقتي شغال لاي فاليو للكيو من غير ما يبقى عندي اي حاجه تقلقني او تضايقني او تزعلني بس كده. فالموضوع ده بيفيد كتير ودي اللي شفنا حاله ونشوفكم بقى الفيديو الجاي ان شاء الله والسلام عليكم.